السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في هذه النافذة من منزل عائلة الشهيد نور جمال شقير، خبر صاعق كان للعائلة يوم أمس بخبر استشهاد ابنهم نور شقير بعد أن أطلق الاحتلال الرصاص عليه على حاجز زعيم خلال بعد إنهائه من عمله من حاجز زعيم. نتحدث عن تفاصيل ما حدث هنا معنا عائلة الشهيد، معنا هنا عم الشهيد. السلام عليكم، يعطيك العافية. عليكم السلام. الله يرحمه، يا رب يجعل مثواه الجنة إن شاء الله. الله يرحمه ورحمة الله عليه. يعني تخبرنا تفاصيل ما حدث مع نور رحمه الله، يعني خبر صاعق كان لكم يوم أمس. نور كان مروح من عمله ومتوجه للبيت طبعا على محسوم زعيم اللي هو الحاجز الزعيم أو حاجز الإعدام إحنا بنسميه كمان، يعني لأنه هذه مش أول حادثة صارت على محسوم زعيم، عدة حوادث في هذا الشكل. هذا الشخص كان مروح، فبعد ما تعدى الحاجز ب 150 متر تقريبا صافف على اليمين، طلبوا منه يصف على اليمين فصف على اليمين وبلشوا في رش، ورشوه على الإزاز الأمامي والجنب، السيارة كليتها على الدائر كليتها إجمالا رصاص. يعني الشخص هذا ما عنده أي نوع من الأسلحة أو مواد متفجرة أو سلاح حاد، أو يعني ما عنده أي شغلة كانت، ما إله بهالشغلات هذه كليتها. فإحنا أجانا الخبر الساعة تقريبا 5:15 تقريبا 25 دقيقة، فقالوا لنا إنه متصاوب، وبعدين صاروا يلعبوا فينا من توفى وما توفاش ومن النوع اللي زي كده. فبعد هذا كليته طلبوا الأبو للتحقيق، طلبوا عمه للتحقيق، طلبوا من العيلة للتحقيق، يعني عمالهم بيلعبوا فينا شو اسمه. فالآن هم بطلبوا إنه تشريحه، وإحنا رافضين بالنسبة للتشريح، لأنه هذا الإشي معروف يعني شو سببه وشو هذا شو، يعني التشريح ما إله أي فايدة ولا إله أي لزوم يعني، وإحنا بنرفض هذا الكلام. يعني تم تصفية دم الشهيد بدم بارد يوم أمس، وحتى الآن لم يتم تسليم جثمانه. نعم، ما تم تسليم جثمانه النهائي لغاية الآن، وإحنا بنطالب في استلامه، بنطالب إحنا في 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 الجثة بأسرع ما يمكن. إحنا كرام الميت، وهذه الشريعة الإسلامية عندنا، إحنا بنرفض التشريح وبنرفض حطته في الثلاجة يعني. نعم. يعني أيضا كان يعني علمتم بخبر استشهاده خلال عملية التحقيق، يعني كيف تعامل الاحتلال بإخباركم بخبر استشهاد الشهيد نور يوم أمس؟ هم اتصلوا تلفون، وطبعا على حسب السوار كان في كان واحد طريق صدفة كان مارق من غاد وشاف المشهد وشاف اللي شو اسمه مصور وبعث على المجموعة انه يعني بعث على اهل سلوان مثل ما تقولي، كل منطقة إلها بتعرفي انت إلها. نعم يعني بالتأكيد هي أوضاع صعبة. يعني الآن أيضا يعني هنا والد الشهيد، يعني ربما الحديث صعب في هذه اللحظات، يعني إن كنت تستطيع الحديث مطالبك اليوم، يعني خاصة بعد حتى هذه اللحظة ما زال جثمانه محتجز. وش الحمد لله، عظم الله أجركم، الله الحمد لله. إحنا بنطالب بتسليمه بأسرع ما يمكن، هذا اللي بطلبه، بدهم إياه للتشريح. ليش للتشريح؟ ما فيش داعي للتشريح، الشغلة كلها واضحة، كيف قتلوه واضح، كيف كان صافف على شقة بطريقة مضبوطة كمان واضح بالصور، احنا شفنا الصورة شكينا انه هي السيارة. رحت انا وابني على المحسوم على الحاجز نفسه، كانت كل الحكومة هناك على الحاجز. يعني مجرد ما لاحظتم الصور كنتم متواجدين في الحاجز؟ نعم، بس هو كانوا هم قاتلينه وطاخينه وماخدينه وبيضحكوا علينا، ما بنعرفش كيف وضعه، فرجوني إياه بقول لهم كيف وشو صار وهذا، قال إحنا ما بنعرفش ولا إشي، إنكروا كل هذا الحكي، قال هو كويس ما تخافش، وطلبوني للتحقيق. في التحقيق ما بلتش أحكي لأني ما كنتش قادر، لأنهم ضغطوني، غير الحمد لله ما في عندي،
وطلعت من التحقيق وما حكوا لي انه مستشهد، هم كانوا عارفين والمحقق نفسه كمان بيعرف، والمحققين كمان اللي هم تعون الشمال الازبل من الزباله، هدول هم الزباله عارفين، بقول لي بدي اساعدك على ايش، بدك تساعدني يعني بدك ترجع لي اياه. الحمد لله ضغطوني وما قدرتش اكمل، ولسه هم طالبين لي للتحقيق. نعم، يعني ضغط نفسي تواجهون الان، يعني رغم استشهاده وتصفيه دماء وما زالت اجراءات الاحتلال بحقكم يعني مستمره بهذه يعني الظروف الصعبه التي يحاولون ان يعيشوها لاهل الشهيد. يعني ايضا شقيقه متواجد معنا، يعني السلام عليكم، يعني تخبرنا عن نور، يعني نور وهو شقيق، يعني شقيقك، تخبرنا شخصية نور، حياة نور، كيف كان نور؟ نور عمره 35 أو 36 سنة، بس نور روحه مرحة، ولد صغير هيك روحه من جوا، عمرها 5 سنين بس كعمره هو كنور 35 سنة عمره. يعني دموع صعبة، يعني بالتأكيد الوجع يعني لا أحد يشعر به كأهل الشهيد، يعني نعلم صعوبة هذا الظرف. يعني لا ندير أن نطيل الحديث. نعم تفضل، بس عرفنا عن حالك. أنا عامر المحتب، جارهم وحبيبهم وأخونا، هو نور أخونا. يعني الأمانة عمره ما أزعل حدا، عمره ما طبب حدا، زلمة محبوب يعني بيستاهلش كل اللي صار فيه. يعني والله لليوم احنا مش مصدقين اللي صار، يعني لليوم فيش حدا مصدق، يعني قاعدين بالدور وقاعدين هون فيش حدا مصدق، يعني زلمه بيستاهلش اللي صار فيه. يعني على السريع نزلوا طخوه وعلى الازاز، والشباب كانوا واقفين فوق وبيحكوا على قلب الفيديو فوق 7 رصاصات، يعني زلمه بيستاهلش اللي صار فيه. والله انه مظلوم، والكل بحبه، والكل امبارح يحكي عمره ما حدا سمع منه اشي. للامانه زلمه محبوب ومحترم، وإيش بدهم العالم بيسوي كان؟ خدوم بعدين فيش خدوم. يعني إيش؟ يعني نشاهد تجمعكم الآن بالقرب من عائلته وأنتم جيرانه وأصدقائه، يعني هذا التعاضد الذي نشهده من مدينة القدس، يعني رغم ما يحاول بها الاحتلال بشكل مستمر أن يقوم بتفرقة المقدسيين بالتنغيص عليهم، يعني هذا ما نشاهده من شهداء مدينة القدس، كيف يقوم الاحتلال بتصفية دمائهم. يعني تخبرنا أنت أيضا عن نور، يعني وأنت يعني بينكم جيرانه أيضا وأصدقائه. والله أنا نور مش مصدق إنه مات، إنه امبارح قاعدين مع بعض، مش مصدق، فاهم كيف؟ الله يرحمه، قتلوه ظلم، والله مظلوم أقسم بالله. الله يرحمه، الله يرحمه يا رب. يعني لا نريد أن نطيل عليكم في هذا الحديث، خاصة الأجواء، نعلم ما صعوبة هذه الأجواء، يعني خاصة ما يقوم بها الاحتلال من محاولة دائما لتصفية دماء الشهداء وخاصة استهداف المقدسيين، ومثل ما تحدث عن الحواجز العسكرية وهي مثل ما سميتها بأنها حواجز الموت، يعني يقوم الاحتلال باستهدافهم على الحواجز، يعني المجرد للاشتباه بأي مقدس يتم تصفية الدماء. يعني إذا كنا معكم هنا من حي الربابة في بلدة سلوان من منزل عائلة الشهيد نور جمال شقير. نعم، يعني إذا شكرا لتواجدكم معنا في هذه النافذة، نتمنى أن يرحموا ويكون من الشهداء في جنات الخلد إن شاء الله.